عارف نفسك دخلت داخل طبعا ابراهيم عبد الجابر علي فرد شعورك النهارده عامل الحمد لله مبسوط الحمد لله جدا ودي علامه يعني الله تبارك وتعالى بيدي لنا بدايات لنهايه ظلم اسرائيل اتبنت على ظلم ولازم الظلم ينتهي ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر ودي بدايه طلوع الفجر لاهل الدين واهل الايمان لان الله تبارك وتعالى مهما بيصبر سبحانه وتعالى وحلمه على الظالم لكن لما بيجي ياخذ الظالم بياخذه ايه اخذ عزيز مقتدر وربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب احنا كلنا ضعاف لكن الله تبارك وتعالى يستخدم الضعف ده وينصر بيه سبحانه وتعالى دينه ويعز بيه اهل الايمان فيعني الحمد لله ان احنا هنعيش الفتره دي نعيش الزمن ده وربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا لنصرة الدين ونشر الدين في العالم كله ومحو اسرائيل دي من على الكون باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله لانها خلاص شيء يعني لابد ان هو يعني يتشال ينتهي من على الوجود كفايه كده ظلم بس شكرا.